بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه من برنامج عين على القدس والتي نفتح فيها ملف الخيارات المتاحه لحمايه المسجد الاقصى والمقدسات من مخاطر انتهاكات تهويديه غير مسبوقه ضيفا هذه الحلقه هنا في استوديو الاستاذ الصحفي خليل العسلي عضو مجلس اوقاف القدس والدكتور وصف الكيلاني المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك اسمحوا لي أولا أن أرحب بضيفي العزيزين أهلا وسهلا بكما نحن أمام موضوع شائك جدا وحسب المتابعات والتقارير التي نتابعها كل يوم ما في أدنى شك أن المسجد الأقصى مستهدف أكثر من أي وقت مضى لدينا تقرير من فريقنا في فريق البرنامج في القدس يعطي بعض الدلالات هذه الانتهاكات ووضع محاولات التهويد المستمرة في المسجد الأقصى نتابعه أولا ثم أتحدث مع حضراتكم فان بدات المظاهر الاحتفاليه بعيد الفصح اليهودي حتى دفعت شرطه الاحتلال باعداد كبيره من قواتها الى جميع انحاء القدس وبالتحديد حول المسجد الاقصى المبارك الذي كان هدف الجماعات اليهوديه المتطرفه على مدار اسبوع كامل حيث وصلت اعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الاقصى المبارك منذ بدايه عيد الفصح اليهودي حتى اليوم الى اعداد كبيره فاقت السنوات السابقه وسط ازدياد الانتهاكات التي كان من بينها اداء الصلوات التلموديه العلنيه داخل باحات المسجد باصوات مرتفعه امام اعين شرطه الاحتلال في الوقت الذي حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك في موسم الأعياد اليهودية لثكنة عسكرية وسط منع الكثير من المسلمين من الدخول إليها إذا قورنا بعيد الفصح بين هذا العام والعام الماضي هذا العام تقريبا زيادة ألف متطرف من من اقتحموا المسجد الأقصى عن العام الماضي فهذه زيادة واضحة يعني أنت بتحكي عن 30% عن العام الماضي الذين اقتحموا المسجد الأقصى في ظروف أداء صلوات تلموديا بطاح على الأرض منع المصلين المسلمين من الوصول إلى داخل المسجد الأقصى حصار على البلدة القديمة ثكنة عسكرية من سواء ما مما يسمى حرس الحدود القوات الخاصة والشرطة الاحتلال كل هذه يعني المناظر العسكرية تحويل المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية يمنع به المسلمين من أداء صلوات طرد الشبان من الوصول إلى المسجد سواء من صلاة الفجر حتى صلاة العشاء في هذا الأسبوع خلال أسبوع ما يسمى عيد الفصح فلذلك يعني هذا كان أسبوعا صعبا على المسجد الأقصى وعلى الأوقاف الإسلامية لكن نحن نقول ما تم لا يعطى اي شرعيه لانه تم بقوه الاحتلال وبقوه السلاح وكانت الجماعات اليهوديه المتطرفه قد اعدت العده لادخال القرابين الى المسجد الاقصى المبارك حيث تم ضبط العديد من المتطرفين اثناء محاولتهم تهريب القرابين النباتيه لداخل باحات المسجد في سابقه اعتبرها المقدسيون بالخطيره. محاولات تجريبيه بعتقد او محاولات اختبار لقدرتهم على ادخال الاضحيه داخل بحيرة المسجد الاقصى يعني وضع ماعز في كيس وحجم الماعز هو صغير هي محاولات ايضا للتجريب على قدرتهم على اقتحام المسجد الاقصى مع الاضحيه وهذا طبعا يجسد خطوره الفعل الذي ربما سيؤدي الى خطوات اخطر بكثير. تاتي هذه الانتهاكات للمسجد الاقصى المبارك بالتزامن مع نشر وسائل الاعلام الاسرائيليه تصريحات لوزير الامن القومي بن غفير الذي يعتبر الاكثر تطرفا في حكومه الاحتلال يؤكد فيها انه سيعمل على تغيير الواقع في الاقصى بما في ذلك السماح لليهود باداء الصلوات التلموديه داخل باحاته. تصريحات بن غفير اتجاه المسجد الاقصى المبارك وتغيير الوضع الحالي في المسجد الاقصى المبارك، نحن نقول ان هناك الوصايه الاردنيه الهاشميه على المسجد الاقصى المبارك واي تغيير على هذه الوصايه سيؤدي الى الانفجار الوضع داخل مدينه القدس وفلسطين بشكل عام لان المسجد الاقصى المبارك هو شراره الحرب وشراره السلام، بن كبير يحاول ان يكسب راي المتطرفين اليهود من خلال زياده الاعداد المقتحمين الى ساحات المسجد الاقصى المبارك ونحن نرفض اي تصريحات من هذه من هذا القبيل اتجاه المسجد الاقصى المبارك لان المسجد الاقصى المبارك فقط للمسلمين مجلس الاوقاف الاسلاميه في القدس اصدر بيانات ندد فيها بتصريحات الوزير بن غفير وخطوره الوضع المرير الذي يعانيه المسجد الاقصى المبارك من تعظم وتغول لمجموعات المتطرفين في اقتحاماتها لباحاته واستباحته بذريعه الاعياد الدينيه وامعان سلطات الاحتلال في تخطيط هذا السلوك القائم على فرض الوقائع بمنطق القوه وضمن ابعاد روايه احلاليه تتجاهل وقائع تاريخنا الاسلامي والعربي في مدينه القدس والمسجد الاقصى المبارك والتي لا تدخر جهدا في إلغائه وطمسه في كل عام تستغل الجماعات اليهودية المتطرفة الأعياد اليهودية من أجل شن اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك فحدة ووتيرة هذه الاقتحامات والاعتداءات بحق أولى القبلتين تزداد كما ونوعا عاما بعد عام وسط صمت عربي وعالمي وإسلامي أمام هذه الاعتداءات التي يعتبرها الفلسطينيون بمثابة دق ناقوس خطر يهدد القدس ومسجدها رجاء الخطيب لبرنامج عينون على القدس مرة أخرى أستاذ خليل أهلا وسهلا بحضرتك دكتور وصفي التقرير كما هو واضح رصد لنا ربما على مدى أسبوع ما الذي يجري وهي بطبيعة الحال مرتبطة كما هو الحال في كل عام وإن زاد ربما الحد شيئا ما بمناسبة أعياد الفصح وغيره لكن حضرتك كعضو مجلس أوقاف القدس لابد أن لك نظرة ولك تعريف يعني أعمق فيما يخص طبيعة المخاطر التي يتعرض لها المسجد الأقصى أولا اسمح لي أن نقدم رسالة شكر من القدس لهذا البرنامج والقائمين عليه لأنه بحق فعلا هذا البرنامج هو البرنامج تقريبا الوحيد في في وسائل الإعلام العربية الذي يركز على أدق تفاصيل القضية المقدسية بشكل خاص والمسجد الأقصى والمقدسات المسيحية والإسلامية الشيء الآخر هو بأن أبرز المخاطر التي تهدد الحفاظ على المسجد الأقصى وحتى المقدسات الإسلامية هي نوعين النوع الأول هي مخاطر داخلية أي ابتعاد أو عدم وجود وتواجد المسلمين بعداد كبيرة داخل المسجد الأقصى في جميع الأوقات مما يسمح للمتطرفين اليهود وجماعات المتطرفة بانتهاك حرمة المسجد الأقصى ثانيا توعية المسلمين عامة وبالتحديد في القدس وفي, وفي الضفة الغربية وداخل إسرائيل بأهمية التواجد في المسجد لا. الأقصى هذا الشيء الثاني الشيء الآخر هي المخاطر الخارجية المخاطر الخارجية هي التي بيد الجانب الإسرائيلي والذي يسيطر على جميع مكونات الحياة داخل المسجد الأقصى خارج المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة وبالتالي فإن علينا كمقدسيين كم أولا أن نعرف أن الخطر هو حقيقي وكبير الشيء الآخر هو أن نحاول قدر الإمكان مواجهة هذا الخطر بالخطوات التي سنتحدث عنها لاحقا المهم أن إسرائيل تعمل كل ما باستطاعتها في فترة الأعياد بالذات بشكل خاص لتسريع أي خطوة يمكن أن تقوم بها لتغيير الواقع في المسجد الأقصى حتى لو كانت خطوات بسيطة جدا الشيء الثاني هو أن إسرائيل تحاول طيلة العام من خلال خطوات عينية يعني أن يراها المقدسي أمام عينه مثل أن يقوم الجنود الإسرائيليين وأفراد الشرطة بالسير داخل المسجد الأقصى بوجود المصلين نعم. كأنه يريد أن يقول لهم نحن متواجدون حتى, أن حتى أثناء صلاتكم جمع. هذه المخاطر هي خطيرة ولا نعم. أحد يستطيع أن يقول بأنها لا تهدد المسجد الأقصى نعم أشكرك سنأتي على جوانب أخرى من هذا الموضوع اسمح لي أوجه سؤالي للدكتور وصفي وبطبيعة الحال الأردن حكم الوصاية الهاشمية والصندوق الهاشمي يراقب بأدق التفاصيل كل ما يمكن أن يحدث وربما يفسر كذلك ويحلل كل حركة من الجانب اليهودي عموما وأيضا فيما يخص تهاون الحكومة الإسرائيلية التي أصبحت الآن محكومة باليمين الديني المتطرف اسمح لي يعني هل المناسبات اليهودية الدينية أصبحت يعني مواسم عنف ورعب للمقدسيين فلسطينية الضفة الغربية هل تقرأ أيضا ما الذي يريد المتطرفون هل يعني من جميع النواحي في أبعادها التوراتية وغيرها فيما يخص كما رأينا الإرهاب القرابين في كل فصح سنويا بسم الله الرحمن الرحيم أه يعني لا شك أنه كل, كل العناوين هاي القرابين والمتطرفين والأعياد الدينية اللي أصبحت يعني وبال وتخويف وإرهاب للفلسطينيين ومواسم اعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بكل أشكالها نشوف قطعان المستوطنين ما بسلم منهم لا شجر ولا حجر ولا, ولا زيتون ولا السيارات بتتكسر بكبوا ما مياه عادمة على المقدسيين أهلنا بالضفة بحرقوا بيوتهم يعني الأعياد الدينية اليهودية أصبحت مواسم لأبشع أشكال الاعتداءات العنصرية اللي قائمة على مفهوم واضح وواحد اسمه مفهوم أه الحركة الدينية اليهودية الصهيونية بمعنى اللي هم شبان التلال والمستوطنين المتطرفين اللي بقودهم اليوم كعنوان في الكنيسة وفي الحكومة ابن كبير وسموترش وجماعة اليمين المتطرف لكن لهم قادة نعم كثر نعم. في مستوطنات يعني عوفر وإفرات طبعًا وأرييل وغيرها و بس لمش منهم لا منهم لا, أثار ولا وآخر تقارير اللي بثت في هذا البرنامج كان استيطان الرعي حتى الحيوانات يعني أجلكم الله أصبحت تستخدم كسلاح لمنع الفلسطينيين من العناية بحيواناتهم كل هذا تحت إطار اليهودية الصهيونية الدينية المتطرفة اللي بتسعى من خلال هاي المواسم والاعياد للترويج لخرافات خلقتها في م. معظمها اخر 10 15 سنة ما كان في حلمهم ولا في طموحهم انه الاعياد تبعتهم استاذ آه خليل انت عايش بالقدس من الميلاد لليوم واحنا عشنا في المدينة المقدسة وشفنا في مواسم معينة العرب بيهنوا اليهود بي بأعيادهم وما كان في مشكلة قبل ما تتحول هاي الخرافات كلياتها أن المستهدف الأول فيها هو المسجد الأقصى سواء كانت الاعتداءات في نابلس أو في حوارة أو في طول كرم أو في مخيم جنين أو نور شمس أو اللي بيصير في غزة العنوان العريض هو استهداف الأقصى إذا هي مواسم أعياد تحويل الخرافة لدعاية تحويل الدعاية لنص بعدين عملية استغلال واستنباط خاطئ موجود في نصوص التوراة والإنجيل وغيره عشان يطبقوا عشان يروجوا بالشكل الأمثل حاولوا بالطرق السلمية حاولوا في المجلات العلمية ما إلو هالرواج طمع. لجأوا إلى للارهاب بانتظار فرصه سانحه للانقضاض على المسجد الاقصى طمع. وتحقيق بعض الاحلام في نعم. الضفه نعم. الغربيه واراضي اهلنا في فلسطين نعم. انا بس عندي سؤال فرعي من يعني جاء من ضمن حديثك دكتور وصفي ويمكن الاستاذ يعني خليل عنده الاجابه انت ذكرت على الاقل سبع ثمان منظمات تحت عناوين مختلفه وان كلهم يصبوا في هدف واحد شو اللي بيخليهم مختلفين ليش في اكثر من عنوان مصادر التمويل عدم الاتفاق على الخرافه لانها خرافه صعب آه. يتفقوا عليها م. يعني خرافه البقره الحمراء يعني في منهم يقول مش مفروض حمراء مش, مش موجوده وبن... موجود في نص واضح آه. لا آه. في التوراه ولا في الانجيل وما لها علاقه بالبقرة الحمراء اللي بيحاولوا يسقطوها على انه بدنا نذبحها عشان يتطهر فيها اليهود اللي صابتهم نجاسة المرضى والموتى، علشان لما يتطهروا هذول بصيروا قادرين على بناء الهيكل وبالتالي البقرة الحمراء ذبحها يقود إلى هدم الأقصى يقود إلى بناء الهيكل الهيكل، هلا لأنها خرافة ولأنها كذبة كبيرة، لأنها مختلقة صعب يتفقوا عليها، قيس عليها هاي أرض فلسطين أرض بني إسرائيل ولا مش بني إسرائيل إلنا ولا مش إلنا هم جايين كلياتهم من شوارع <applause> نيويورك وبوسطن وشيكاغو وغيرها هذول المتطرفين وعمليا إذا بتبحث عنهم معظمهم يعني أصحاب أسبقيات وهاجروا على شكل زعران وتحولوا لناس متدينين فهم مش متفقين على مصادر التمويل لأنه كل واحد بده يشحد ويسرق على ظهر الخرافه الدينيه من مصدر مختلف وما راح يتفقوا على تفسير لا تلمود ولا توراه تمام تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى يعني ربنا ملاحظه صغيره انه الخلاف الاخر اضافه لما تفضلت به ان هناك من يريد ان يسرع عمليه تهويد الاقصى باسرع خطوات والبعض يقول لننتظر ونرى هذا الخلاف هذا, هذا جزء من نعم هو جزء من الخلاف نعم. بينهم يعني و... هناك مؤسسه معروفه بعينها تريد الان ان تدخل اكبر عدد ممكن وان تقوم بانتهاك حرمه المسجد الاقصى باسرع وقت نعم. بينما المؤسسات الاخرى تريد التريث والعمل بطريقه مختلفه كما تفضل الدكتور هو كمان بقول لك في موضوع البقره لازم تتم ثلاث سنوات بعضهم يقول انه بتدخل اول يوم في ال السنة الثالثة والبعض بيقول لك لازم تخلص السنة الثالثة، هذا بيفسر حقيقة وكان سؤالي لي يعني ربما بيوضح جواب حضرتك انه نقرا بشكل افضل هذه الحالة اللي احنا بنواجهها وين نقاط الضعف فيها هذا مهم لكن كمان من الاهمية بمكان استاذي الكريم ان اسالك عن ابرز المخاطر التي تهدد المقدسات المسيحية والوجود المسيحي كذلك هي نفس المخاطر التي تهدد الوجود الاسلامي نعم. آه والمقدسات الاسلاميه رغم ان المخاطر التي تهدد المؤسسات المسيحيه هي هي مختلفه نوعا ما من ناحيه الشكل نعم. يعني مثلا هناك اعتداءات مباشره من قبل الجماعات اليهوديه المتطرفه على الرهبان والخوارج نعم. نعم. في أزقة البلدة القديمة وحتى الكنائس أيضا تتعرض لانتهاكات الشيء الآخر وهذا خطير جدا هو أن هناك هجرة كبيرة للشبان المسيحيين من داخل البلدة القديمة ومن البلدة القديمة مما يقلل من عدد تواجدهم هناك وهذا أيضا يهدد التواجد المسيحي في البلدة القديمة بشكل خاص لأننا كما يعرف الجميع عندما نتحدث عن القدس، نقصد البلدة القديمة هي قلب الصراع وهي قلب الخلاف وهي قلب تحديد هوية المدينة الخطر الذي يهدد المقدسات المسيحية هو أيضا يمتاز بأنه بكثير من السلبيه، يعني حتى الان الاسرائيليين استطاعوا ان يتعاملوا مع تغيير الواقع حتى داخل كنيسه القيامه بطرق مختلفه بدون ان يكون هناك رد فعل كبير. نعم. لكن يمكن تابعت حضرتك البيان اللي نعم. اصدرته الكنائس وواضح الان انه في محاوله لتفعيل حيويه على مستوى العالم فيما يخص المسيحيه في حد ذاتها. لأنه أصبح الآن الحديث عن المسيحية المتصهينة أصبحت تمس في المسيحية نفسها وليس فقط في القضية القائمة في القدس هل من هذه الناحية بتشوف أنه هذا التحرك يحتاج ربما إلى ثنائية إسلامية كذلك أم مئة بالمئة يعني في القدس دائما التحرك ويكون إسلامي مسيحي نعم. حتى إذا ما الأقصى تعرض إلى انتهاك أو إلى مخطر نجد أن هناك توافق مسيحي في هذا الموضوع الخطر الاكبر هو ان تتمكن اسرائيل من تفتيت هذا التواجد المسيحي الاسلامي وان تسيطر على جهه على اكثر من جهه اخرى وبالتالي فذلك سيؤثر سلبا على شكل المجتمع المقدسي المميز وعلى طريقه الحياه في داخل البلد القديمه نعم. دكتور وصفي احنا مؤخرا صرنا نحكي عن القرابين والبقرات الحمر وقضية الصلاة في الأقصى إلى أي درجة ترى أن عواقب ذلك يمكن أن تخيف العالم الإسلامي والمسيحي معا فيما يخص المستقبل القريب يعني أعتقد أن عواقب هذه الخرافات تخيف العالم المسيحي أكثر مما تخيف العالم الإسلامي مم. العالم دا. الإسلامي عنده رد واضح على أن هوية المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم ومبتوت فيها في القرآن والسنة نعم العالم المسيحي خايف لسببين، أولاً لأنه الإنجيل والكتاب المقدس مش نسخة موحدة، والخوف الأكبر لأنه المسيحية الصهيونية اللي بتنتمي للعالم المسيحي هي اللي بتدعم وبتمول كثير من مشاريع الإرهاب اللي في الضفة الغربية ضد أهل فلسطين، والاقتحامات والانتهاكات اللي في حق المسجد الأقصى المبارك وهذا مبني على نصوص إنجيلية يساء فيها تفسير الإنجيل فيما يخص الهيكل فيما يخص الأرض ما يزعمون أرض, أرض إسرائيل ما يزعمون البقرة الحمراء مع غيره اليوم شفنا العالم المسيحي في غالبه يرتعد خوفا من حالة الاختراق المسيحية الصهيونية شو بدها من هاي القصة وهاي العواقب اللي بيخاف منها الفاتيكان اللي بيخاف منها بالذات الكنائس الشرقيه، بالذات الكنائس اللي في القدس واللي بيصرح فيها اهلنا في القدس كل يوم. هلا المسيحيه الصهيونيه بتقول اه بدنا نجمع اليهود في ارض الميعاد، في ارض فلسطين، علشان بعدين نقتلهم كلياتهم مره واحده ونخلص منهم وهذا هو اسلوب استقدام المسيح. اليهود بيقولوا بما انه المسيحيه الصهيونيه بتامن هيك ومعها كل مصاري امريكا وكل كنائس امريكا خلينا ناخذ اللي بالكيس تاع المسيحيين الصهاينه ونضب الفلوس عندنا نبني فيها مستوطنات وليوم الله بفتح الله المسيح اللي راح يجي راح يجي مع اليهود وراح نقضي على المسيحيين فنفسهم اليهود اللي بياخذوا فلوس من المسيحيه الصهيونيه هم اللي اعتدوا اكثر من 75 هدم صار لكنائس الاعتداءات على الكنائس اقبح ترى من شكل الاعتداء لحد الان اللي صار على الاقصى نعم. في في اكثر من اللي بسموه برايس تاج اتاك هذا هجمات تدفيع الثمن <applause> آه نعم. كسروا فيها تمثال العذراء وتمثال المسيح والمقابر وال... والرهبان وال... والمقابر وتخيل الفلوس جايه من العالم المسيحي الصهيوني ف... فالاثنين للاسف الشديد بيخلوا العالم المسيحي يخاف ويرتعد عشان هيك شفنا البيان اللي صدر قبل أسبوعين من شخصيات مسيحية مرموقة في كل العالم أجمع وفي القدس وفي الأردن وفي, أمريكا بحذر تحذير شديد أنه هذا ضد المسيح وضد المسيحية وضد السلام وضد العالم كله توقفوا يا مسيحيين يا صهاينه عن, عن طيب. اللي بتعملوه شوف نعم. دالوا نعم. في حدا بيدعي حب المسيح وجلب السلام نعم من خلال القتل والتدمير شو صحيح الحكي صحيح استاذ خليل حضرتك وانت قادم الينا من القدس اشرت في حديثك الى ان من بعض الجوانب التي تشكل نقاط ضعف وجود فراغ وأيضا ربما شوية بحاجة إلى توعية أكثر للمسلمين بأهمية التواجد في الدائم في رحاب المسجد الأقصى لكن احنا في المقابل أيضا نعرف أنه اللي بذهبوا إلى المسجد الأقصى ليعتكفوا فيه يتعرضوا إلى كل أشكال الاضطهاد والتخويف والضرب وكذا يعني أنا سؤالي لحضرتك يعني تشرح لنا معاناة المقدسيين كمواطنين تحت نير الاحتلال وانتهاكات التطرف الصهيوني وكذلك هذه الحالة القائمة حاليا معاناة المقدسيين هو حياتهم في القدس هي معاناة بشكل كامل نعم. يعني منذ ساعات الصباح وحتى العودة إلى المنزل هم بمعاناة هم بمعاناة بسبب نقص في جميع الخدمات التي تقدم من قبل اسرائيل هم بمعاناه بسبب الاجراءات التي تقوم بها السلطات الاسرائيليه بحقهم لا. من فرض ضرائب وما الى ذلك وحتى من تفتيشهم لا. يعني لا يستطيع الشاب المقدسي ان يدخل الى البلدة القديمة بدون ان يخشى على حياته اما من من خلال الاعتقال او من خلال الضرب والاهانه وما الى ذلك ناهيك عن ان هناك شعور عام لدى المقدسيين بان الخارج من بيته مفقود والعائد الى بيته مولود لا. وبالتالي فان باختصار هذه هي المعاناه الشديده جدا تتمثل حتى ابسط معاناه عندما تريد ان تذهب الى المسجد الاقصى لا تجد مكان لتقف فيه سيارتك مثلاً وعندما أنا. تذهب الى المسجد الاقصى هناك احتمال كبير ان لا تدخل لان الشرطه الاسرائيليه رغم انه لا توجد تعليمات رسميه مكتوبه من الشرطه الاسرائيليه مضايقه يعني انه حسب اهواء الشرطي لا. هذا عجبه شكله يدخله هذا ما عجبوش ما يدخلوش وبالتالي فأنت في حالة معاناة مستمرة طيلة أيامك طيله ساعات متواجده خارج المنزل وحتى انت في المنزل تخشى على حياتك من انه يمكن الاعتقال بدون سبب وبسبب واي سبب اخر بالنسبه لانتهاكات التطرف المتطرفين الاسرائيليين هي قصه مختلفه اخرى نعم. بسبب اولا كثره الاسلحه في ايدي الاسرائيليين في القدس الغربيه بالذات وفي القدس الشرقيه وفي مناطق الإلد اصبحت حياه المقدسي فعلا بخطر شديد يعني لاسباب مختلفه وحوادث مختلفه يمكن ان يقتل المقدسي لسبب بسيط وقد قد لا يكون واضح جدا انه هو على السبب انه موجود انه موجود نعم. فهي معاناه مستمره نعم. يصعب الحديث عنها بجمل قصيره يجب ان تعيش في القدس وصديقنا الدكتور وصفي هو تواجد في القدس ويشعر نعم. ما معنى المعاناه على حقيقتها على ارض الواقع نعم. دكتور وصفي حضرتك في الاجابه السابقه قلت انه هؤلاء دا يعني دكاكين مفتوحه على هذه القضيه ويعتمدوا على ما ياتي من دعم من جماعات مختلفه ثم توظف هذه الاموال يعني ربما في مشاريع اخرى لكن هل يمكن ان تقدم جماعات التطرف الصهيونيه الدينيه على هدم المسجد الاقصى كما يعلنون بشكل متكرر ام ان هذا يعني تهديد يلعبونه ل كمان لانه جهات دوليه كثيره تقول لهم لا تقدموا على ذلك او في ضغوط او في حسابات او كذا. انت هل تعتقد انهم يمكن ان يقدموا على خطوه من هذا النوع؟ اعتقد انه هذا وارد. اللي بيشاهد بام عينه ما يحدث في القدس الشريف، ما يحدث في غزه، من هدم من تدمير من إلغاء للآخر من انتهاك لكل الحرم الحرمات من استغلال واستثمار وتحريف للنصوص الدينية وادعاء إنها بتحث على قتل الطفل وقتل الجنين في بطن أمه وقتل المرأة قبل قتل المسلح اللي بيهدم مدينة بكاملها وبيهجر 2 مليون نسمة في غضون أشهر قليلة ما بتستبعد عليه يهدم يعني ثالث مقدسات المسلمين أو أحد أقدس ثلاثة أماكن في الإسلام قداسته مثله مثل الكعبة المشرفة وهم بيعرفوا أنه عند المسلمين دم المسلم يعني أكثر حرمة من حجارة الكعبة المشرفة كما جاء في الحديث الشريف فهذا بخلينا يعني احتمال كبير في حاله مش بس احتمال او, أو احنا آه. في عندنا بدل الاعلان اليوم ريكورد مسجل على الاقل لاكثر من 300 400 تصريح ما بين عضو كنيسه وما بين وزير وما بين جمعيات متطرفه بتقول يا شعب فلسطين يا اما بتسكتوا عن انتهاكاتنا في الاقصى وبتعطونا نصه او بتعطونا كله وبعدين احنا بنقرر متى بدنا يعني نهدم الاقصى وهذا بيحكوه جهارا نهارا يا اما عندكم ثلاث خيارات يا شعب القدس وشعب فلسطين كله وهذا مخطط اسمه ترش الفئه الاولى من الشعب الفلسطيني بتحبوا تضلوا عبيد وبنعطيكم اكم من لقمه عيش توكلوا في كنف الدولة الإسرائيلية مع اعترافكم الكامل بيهودية الدولة بكل تبعاتها التلمودية اللي بيرفض من ساعده يتهجر او من هجره بالغصب تماما المشهد اللي بتشوفه احنا كل يوم والعالم كله قاعد بكافح فيه على حدود رفح يا بتطلعوا الخيار الثالث اللي بيقترحه سموترش وجماعته وكل الصهيونية الدينية اللي ما بده يكون عبد وما بده يتهجر اه يعني طوعا أو كرها احنا جاهزين نقتله وبيقدموا على القتل بدم بارد للأبرياء وللمدنيين. اسأل الطفل الصغير هذول بيهدموا الأقصى ولا مش ممكن يهدموا الأقصى اللي يعني ماشيين قدام شاشة نعم التلفزيون في هالخيارات. فلا شك المخاوف موجودة. نعم نعم. اسمح لي لدي فاصل قصير ونستأنف الحديث بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا بكم مشاهدي الاعزاء واواصل حديثي هنا في الاستوديو مع الصحفي خليل العسلي والدكتور وصفي كيلاني مره اخرى كما هو واضح اننا امام قضيه تتطلب الحقيقه والبرنامج يهتم بهذه المساله هو من اجل ان نقرا الاشياء عند الطرف الاخر كيف يفكر ما هي العوامل التي تدفع في اتجاهات معينه وبطبيعه الحال في المقابل لابد أن نتهيأ نحن من جانبنا كيف نتعامل مع هذا الوضع اللي حتى أحيانا اللي بيكذب كذبة وبصدقها ببدأ يتعامل على أنها صحيحة طيب. وبتصير المعطيات كلها تتغير على هذا الأساس أنت حضرتك مرة أخرى وكان الدكتور وصفي بشير إلى هذه التماثلية في مدينة اسمها القدس وفيها الصراع ربما اصبح صراع الدنيا كلها اصبح الان موجود فيه. بنشوف في المقابل انه الجانب الاسرائيلي كما حكى الدكتور وصفي ايضا انه عنده كل الدعم من كل الدنيا. في المقابل الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين في القدس هجرتهم لله وعلى عد ما بيستطيعوا زي ما قلت انت هم في معاناة من ما من على مدى 24 بالزبط. ساعة لكن لو سألنا عن يعني عناصر القوة والضعف في صراع من هذا الجانب لأنه لو ما كانش موجود أول كان هذا المشروع ترى صار لو في لو ما فيش وصاية هاشمية من من عشر سنين كان صار ممكن كنيس يعني هذه العوامل قد بتقدر لو بدك تحط العوامل التي تشكل عناصر قوة في مواجهة هذا الوضع على ما هو عليه الآن أهم عناصر القوة هو أن الكثير من المسلمين بالقدس وحتى داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية يعتبرون أن الأقصى هو هويتهم وبالتالي فإن هذا عندما يصبح الأقصى هويتهم هم يضخون من أجل هذه الهوية تمام وهم, يعتق وهم يؤمنون إيماناً عميقاً حتى الذين لا يذهبون الأقصى للصلاة بان الاقصى في خطر وفي حال ان شعروا او حتى وصلتهم اشاعه بان الاقصى في خطر تجدهم يهبون الى الحمايه الاقصى ده. هذا يعني بان الاقصى بسبب الاجراءات الاسرائيليه وبسبب الضغط الاسرائيلي وبسبب الخوف مما تنوي اسرائيل القيام به جعل جميع الفلسطينيين وحتى ايضا المسيحيين يلتفون حول هذه الهويه القدس هي الاقصى وهي كنيسه القيامه هذا عنصر قوه. هل هذه معركه حياه او موت؟ هي معركه حياه او موت. نعم. هي معركه حياه او موت مم. وفعلا الكثير من الأجنة تحدثنا معهم اكدوا ذلك انه مم. انه نحن لا نساوي شيء بدون الاقصى. مم. اذا ذهب الاقصى تصبح مدينه القدس كاي مدينه اخرى لا معنى وما عندنا شيء نخاف عليه. شيء اخر. الشيء الاخر الذي يعتبر من عناصر القوه وهذا لا يختلف عليه المقدسيون الوصايه الهاشميه. نعم. الوصايه الهاشميه مكنت في لحظه من اللحظات من كان في قلبه قليل من الخوف ومن الشك بالعوده الى الايمان بان الاقصى هناك من يحميه، صحيح ان هناك رب يحميه ولكن هناك ايضا وصايا هاشميه تساعد وتمكن وتقوي وتدعم هذا التوجه لا. من خلال وسائل مختلفه وبالتاكيد الاردن دفع ثمنا غاليا بسبب هذه الوصايا وهذا الوقف الموقف من القدس. الشيء الاخر هو ان هذه الوصاية دفعت المقدسيين إلى الإقدام أكثر لحماية المسجد الأقصى والبقاء في القدس، يعني هناك قول واضح جدا لدى المقدسيين بأن مجرد وجودنا في المسجد الأقصى وجودنا في القدس وحتى السير إلى الأقصى حتى لو لم ندخله نحن أوصلنا رسالة بأن هذا هذه هي هوية غرسين هون يعني مش صعب جذورنا مش خفيفة يعني مئة وهذا أيضا نفس التوجه لدى المسيحيين بصورة عامة رغم معم. أن هناك يعني نوع من الله التهاون في هذا الموضوع ولكن الا ان استمر هذا التهاون من قبل الجانب المسيحي فان ذلك ستكون له عواقب وخيمه المسيحيون والمسلمون لا يختلفون على اهميه الوصايا الهاشميه القدس نعم يعني من هذه الزاويه حضرتك لما اشرت الى الوصايا الهاشميه ايضا في مدلولها الديني والتاريخي والقانوني ايضا نعم لكن في النهايه في حسابات سياسيه عند كيان اسمه اسرائيل عنده لازم ياخذ في الاعتبار حسابات تتعلق بقضايا اخرى، انا سؤالي لحضرتك دكتور وصفي، شو الخيارات الاردن وفلسطين من كيف تتكامل مع خيارات العرب والمسلمين، اذا كان في خيارات للعرب والمسلمين؟ سيدي لا شك في خيارات، يعني حكينا عن خيارات المتطرفين اليهود، بالمقابل في خيارات يعني العرب والمسلمين، ابتداء مما تفضل فيه اخي الاستاذ خليل خيارات أهل القدس واضحة جدا ومبدأهم واضح لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى يوم الدين قالوا أين هم يا رسول الله قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس بالنسبة لهم هذا الرباط هو خيارهم موت حياة دفاعا عن الأقصى شفنا هذا المثال على حدود غزة لما دفعوهم باتجاه البحر ولا باتجاه الحد وفضلوا ينقصفوا ويموتوا وما يطلعوا من أرض فلسطين وكلها أكناف بيت المقدس وكلها هي أرض لا مقدسة إذا هذا هو الخط الدفاع الأول خط الدفاع الثاني اللي, اللي هو الأردن أرض الحشد أرض الرباط أرض الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية الاردن من اخر يعني عقدين من الزمن على الاقل متاهب متحفز براقب عن كثب كل هاي الطروحات والاحلام والخرافات وغيرها اللي بتنتج عن تصرفات ومخططات الحركه الصهيونيه الدينيه المتطرفه في اسرائيل مشى بخيارات دبلوماسيه مشى بخيارات اليونسكو مشى بخيارات الامم المتحده تحدث مع الدول العظمى يعني لولا دور جلاله الملك في اقناع العالم الخارجي بانه شو بصير بالقدس واقناع العالم المسيحي جلاله الملك اللي بيروح بيقول للعالم المسيحي الواسع والكبير تعوا شوفوا كنايسكم شو بصير فيها احنا مسؤولين عنها مندافع عنها يعني بنفسنا وبمالنا وبجهدنا ومنضحي كاردن دفاعا عن القيامة مثل ما مندافع عن المسجد الاقصى المبارك بس واجب عليكم يا يعني دول العالم المسيحي اللي كلكم لكم ارتباطات في القدس اه على الاقل يعني تشفعوا بالخوف والرعب اللي بتعيشوا هاي الكنائس اه والتهديدات اللي بتصير اه بتصير عليها هلا الخيار الأهم هنا اذا هو في عنق الأردن وفلسطين، الأردن وفلسطين لازم يقودوا العالم العربي والإسلامي أولاً، ثم المجتمع الدولي للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية والدفاع عن فلسطين وعروبتها وهويتها وحقهم في دولة وعاصمتها القدس ضد أحلام هؤلاء المتطرفين. لحد اليوم واضح انه يعني هذا كله مش جايب نتيجة مع الهجمة الشرسة اللي على الارض اللي بنشوفها في قرى الضفة الغربية واللي شفناها في غزة واللي بنشوفه في القدس، شو معنى هذا الحكي؟ معناه خيارات العالم الاسلامي، العالم الاسلامي مش ساكت لا العالم الاسلامي اللي بيعيش في اوروبا وامريكا ولا العالم الاسلامي في باكستان واندونيسيا وماليزيا وايران وفي كل دولة اسلامية واحنا شفنا انه هذا تحول من تحشيد إلى جهد إلى دعوات للجهاد تمام. عاجلا أم آجلا نعم. هذا منوط بولي الأمر ولي الأمر هنا صاحب الوصاية نعم. إذا الأمور يعني وصلت آخر المطاف ما ما بعتقد ما بعتقد سيدنا حكاها بدل مره عشره يعني ما بنتخلى ما بنتخلى ما بنترك المقدسات يعني ما بنتركها مهما كلفت الاثمان تمام اكيد حضرتك يعني انت صحفي وباحث كان بعض الاراء بتقول انه ما كانش في جهد كافي لايجاد روايه اسلاميه مسيحيه مشتركه طالما اننا نريد ان نخاطب العالم هلا العنوان الكبير هو المسيح عليه السلام المسيح اللي بيتكلموا عنه بقول لك المسيح الحقيقي اللي مش المسيح اللي اجى تمام المسيحيين يؤمنوا بان المسيح سيعود ونحن كذلك نؤمن المسلمون يؤمنون بان المسيح سيعود سيعود ليملا الارض عدلا بعد ان ملئت جورا والمسيحيين بيقولوا في المقابل أن المسيح أيضا سيأتي ليحل السلام في العالم ومش صحيح أنه تسبق أحداث على هذا المستوى من القبح والقتل والآخري وأنه هو الذي يبني الهيكل مش حدا بيبنيه هو بعدين بيجي لكن جمع هذول الروايتين لخلق يعني وثيقة تكون قادرة على تغيير طريقة التفكير في موضوع القدس على المستوى الدولي هل يعني هناك إشارات هل هناك جهود ربما تعرف على حضرتك من خلالك أم ترى أن هذا جهد يجب أن يبذل من الآن في الصعيد أنا برأيي أن خلق الرواية المشتركة المسيحية الإسلامية حول القدس نعم. وأهمية القدس بالنسبة للمسلمين والمسيحيين يجب أن تبدأ الآن نعم. وأن تبدأ من داخليا وليس خارجيا إذا ما وحدنا الرواية داخليا إذا ما اقنعنا الجيل الجديد لنعد إلى الأساسيات خلي بس أفهم حضرتك هنا أنت عم تتكلم على المقدسات الإسلامية والمسيحية الموجودة في القدس على القدس لها رموزها ده. لها عناوينها تبدا المساله من من البدايه من, هون من البدايه تمام اهميه المسجد الاقصى اهميه كنيسه القيامه اهميه الوجود المسيحي اهميه الوجود الاسلامي لنعود الى اساسيات والبديهيات التي كنا نعتقد انها بديهيات ولكن بسبب الاحداث المتسارعه منذ احتلال اسرائيل للقدس وحتى الان اختفت هذه 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 الوحده وهذه الروايه لا. يجب علينا ان نعود الى آسيا يعني قبل يومين كنا في زياره احد مراكز الدراسات في القدس لا. وقال انه اذا ما اردنا ان نعيد المسيحيين ليتمسكوا في الوجود في القدس علينا ان نعود الى مدارس المدارس لندرس الطلاب أهمية الوجود المسيحي وتاريخ المسيحي في القدس نعم. ونحن نقول أيضا علينا أن نفعل نفس الشيء في القدس رغم أننا يعني نؤمن أن الأقصى هو 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 الهوية وهو الرواية ولكن هذا لا يمنع من أن نعود مرة أخرى إلى البديهيات وإلى العمل مرة أخرى حول خلق الرواية المشتركة التي بسببها ومن أجلها يمكن أن نواجه العالم بعد أن نتحد وأن نصل إلى رواية مشتركة يمكن أن نتوجه إلى العالم العالم ينظر إلينا الآن كيف نحن نتعاطى مع الوضع الداخلي ويجدنا أننا كل واحد له رواية مختلفة حسب توجهاته نريد رواية واحدة انطلاقا أنا برأيي انطلاقا من الوصايا الهاشمية لأنها توحد المسيحيين والمسلمين تحت رواية واحدة ومن ثم نتوجه إلى العالم وهنا يأتي دور الدكتور وصف الكيلاني في التوجه إلى العالم نعم إحنا نتكلم هون فعلا دكتور وصفي على قضية الرأي العام العالمي هنا كما رأينا الآن في الصحوة هذه اللي جرت في العالم الجامعات الأمريكية والأوروبية وغيرها بدوا أيضا في السياق يتحدثوا عن أنه إحنا تم تضليلنا ايضا في ما يخص المسجد الاقصى وحقوق المسلمين والمسيحيين في القدس. خيارات الشعوب في اوروبا وامريكا مقابل خيارات حكوماتهم وواجب المجتمع الدولي، هل هذا يحتاج الى عمليه تفكير من نوع مختلف للذهاب والتاثير في هذين الاتجاهين؟ يعني لا شك اسمح لي بس اعقب على فضل. حديث اخي الاستاذ خليل نعم. الرواية المسيحية الإسلامية متفق عليها أنا برأيي م. وانطلقت من اليوم اللي خط في صفرونيوس العهد العمرية وسلمها على سيدنا عمر بن الخطاب تمام. وكان في خرقين في التاريخ لهذه الرواية من قبل العالم المسيحي وربما العالم المسلم واحد هو الحرب الصليبية واحتلال القدس وإغراقها بالدماء في م. هاي الفترة واثنين المسيحية الصهيونية اللي تحالفت مع اليهودية الدينية الصهيونية في الفترة الأخيرة وما عدا إذا بنحكي في عنا يعني ثلاثة ونص أربعة مليار مسيحي في في العالم لا تزال هذه أقلية صحيح في أمريكا بجوز شكله خمسين مليون ستين مليون بس يعتبروا أقلية بالنسبة للأربعة نعم. مليار مسيحي في العالم اللي نعم. مجمعين على أنه مثل ما بتصرح مجلس الكنائس العالمي مجلس كنائس القدس بدل المرة مية صرحوا في العقدين الأخيرات نعم. المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم مثلما أن كنيسة القيامة نعم. للمسيحيين وحدهم هاي, هاي من بنى عليها هاي, يعني. هاي هي المعادلة تبعت نعم. العهدة نعم. العمرية اللي الكل بعده متمسك متمسك فيها لكن هل دي بدك مشان تنقلها في فل... هذا العالم المعاصر عشان هيك العالم الحر اللي بتسال عنه استاذ جرير إيه اللي بيصير في في امريكا وفي الجامعات الامريكيه مم. هو انتقاد لقرن من الزمان حاولت الصهيونيه تروج حالها على انها ساميه تمام اليوم بنشوف كل الجامعات الامريكيه هتافها الاهم مم. هو واحد الصهيونية ليست سامية معاداة الصهيونية اللي فيها احتلال فيها إرهاب فيها قتل يعني فيها تشريد, فيها, تشريد، نعم. فيها احتلال فيها لا قانون فيها لا دين فيها كل اختراق المحرمات ليس له علاقة لا بسام ولا بحام ولا بداود نعم. ولا بسليمان ولا بسيدنا آدم عليه السلام نعم. هذا احتلال واختراق محرمات نعم. وهذا معنى مجرد موجود في التاريخ الكل بيحترمه نعم. نعم. بدك تضيف على هذه النقطة؟ لا انا ايد الرواية عامة، ولكن نعم. نحن نحتاج ايضا الى الاجيال القادمة لتعمق كما. لنعمق هذه الرواية. نعم. انا بدي اشكرك، شرفنا استاذ رمح. خليل العسلي، وانت عضو مجلس اوقاف القدس وصحفي ايضا تتمتع باحترام كبير، شكرا جزيلا, جزيلا لك. جزيلا. دكتور وصفي مرة اخرى، شكرا لحضرتك سي مشاركتنا في محاولة قراءة هذا الملف ويبدو انه سيكون بعده ملفات كثيرة إن شاء الله نستطيع أن نلامسها وأن نتعامل معها من الآن فصاعدا شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عين على القدس نلتقي في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى إلى ذلك الحين دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>